هو واحد من مئات الشهداء الذين قضوا نحبهم بنيران القوات الحكومية والميليشيات، الشهيد مؤمل الخفاجي من شباب مدينة الكوت بمحافظة واسط، الذين شاركوا واستشهدوا خلال التظاهرات الشعبية السلمية التي طالبت ولا تزال بمحاسبة الفاسدين والكثير من حقوق العراقيين المسلوبة منذ سنين طويلة. طلعنا انتظار على مجلس محافظة واسط، أنا وأخويا. التظاهرة كانت عفوية وسلمية، ثم استخدموا الرصاص الحي، غاز مسيل الدموع. بالبداية كان يعني تجمع بسيط، بعدين العالم كثرت وظلوا يرمون على العالم رصاص حي، وكلهم شباب صغار بالعمر، يعني كلهم 20 سنة 22 سنة. والاعتداء كان اعتداء وحشي قبل قيادة شرطة واسط. لم تشفع للشهيد الشاب مؤمل ورفاقه الشبان أعمارهم الغضة ولا صرخاتهم التي علت بوجه الباطل، فكان صوت الرصاص الذي اخترق أجسادهم أعلى فأسكت أصواتهم إلى غير رجعة. مؤمل كان طبعا طالب كلية إدارة اقتصاد مرحلة ثالثة، واحد من الضباط ضربه بندقية براسه، تعرف انت ولد شاب شنو طموح زوجة، طموح يكمل دراسات. عائلة الشهيد مؤمل تطالب اليوم كالمئات من عائلات شهداء انتفاضة تشرين ضد الحكومة وفسادها بملاحقة قاتلي الشهداء ومحاسبتهم، عسى أن يخفف ذلك شيئا من مرارات غصت بها قلوبهم المكلومة. أول ثورة تكون ثورة وطنية، يعني كاف ظلم، خلي هاي ثورة بعيدة عن الأحزاب، خلي الناس تطلع تمادوا زيادة عن اللزوم كلش من كل النواحي. نطالب بقالة قائد شرطة واسط اللي هو السبب الرئيسي بقتل المتظاهرين. الشهيد مؤمل واحد من شهداء قرروا أن يعزفوا نشيدا وطنيا بتظاهراتهم التي ملأت أصواتها العالم. رحل مؤمل اليوم عن الحياة، لكنه بالتأكيد كتب ورفاقه الكثير من ألحان أنشودتهم التي ستنير للآخرين الطريق نحو المجد والعلا.